بادر مجموعة من الشباب المتطوعين في كركوك بحملة توعية وتوزيع مواد وقائية للحماية من فيروس كورونا وسلة غذائية شملت عدد من العوائل المتعففة في المناطق النائية والقرى التابعة لناحية الملتقى. مجموعة شباب طلعنا حملة تطوعية نقدم مساعدات، الهدف من المساعدات توعية الناس ضد فيروس كورونا، التوعية وإرشادات حول يعني الفيروس كورونا، وانطيناهم مساعدات شيء بسيط يعني مغاسل، صحيات، مواد غذائية. استجابة جيدة، ويعني حتى كانوا متعاونين ويانا. قمنا بزيارة القرى التابعة لناحية الملتقى، وأجرينا لقاءات مع بعض العوائل المحتاجة، وثقفناهم حول مرض فيروس كورونا، أعطيناهم التعليمات والإرشادات، والمواد المعقمة، وكفوف الكمامات. والله استضافة المواطنين كانت جيدة، واستجابوا مع هاي التعليمات، وإن شاء الله الصحة والسلامة للجميع. حملة كلنا أهل، فحملة توعية والتثقيف حول فيروس كورونا، وهي حملة تطوعية. فكرة جيدة جدا، لأنها ساهمت في إيصال مساعدات كبيرة للمحتاجين والناس المتعففة، وهناك أرامل وصلتها هاي المساعدات منها الكمامات والمعقمات والمساعدات الإنسانية. تعرف هاي الوضعية اللي صارت بالناس، يعني ناس تأذت هواي، وإحنا حيل ممنونين منكم. أي طبعا، والمعلومات الصحية هم حيل زينة، هم الإنسان يستفاد من عندها. مساعدتها ويا المواطنين، مساعدتها ويا الناس المحتاجة والعامل والكاسب، وإن شاء الله ما بيهم قصور، وهذه نحن ممنونين من عندهم، وجزاهم الله ألف خير. إن شاء الله استفاد أنا من كل المعلومات، وإن شاء الله طبق المعلومات مثل ما وصفونا إياها هم، مشكورين منهم جزيل الشكر.